السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي عالم علا. هاد النهار غادي نحضر معكم واحد الوصفة اللي هي جد 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 سهلة للغاية. بدنجال معمر بالكفيتة وبمطيشة، وكنديرو في الفران مع الفرماج، كنرافقو بالفرماج من الفوق. طريقة جد سهلة، طبق شهي للغاية. بقاو معايا في المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة دائما مع عالم علا. غادي نحتاجو لهاد الوصفة، غادي نحتاجو البدنجان قبضتو، وغادي نقشرو هكا بهاد الطريقة هادي. هكا على هاد الطريقه هادي غادي نقطعو بهاد على هاد الحجم. غادي نحاول نديرو رقيق ماشي غليظ. كذلك ومثال غادي نقطعوا هاد الحبه الثانيه. انا درت جوج كبار مزيانين. غادي نقبطو، وغادي كيف درت الاولى غادي نديرو هكا. هنا هاد كنكون دايره ديجا الماء، كنكون دايره فيه شويه هنا ديال الليمون باش ما يكحليش البدنجان، وكنقطوه هكا بهاد الطريقه. وغادي نديرو في الفران، يعني طريقه عشوائيه، ما غاديش نحتاج بزاف ديال كما كتشوفوا. غادي نقطوه وغادي نديرو في الفران، وغادي نرجع معكم باش غادي نرويكم شنو درت. في هاد الاثناء هادي قبضت انا واحد الكسروله، هادي درت فيها مطيشه حكيتها، درت فيها مطيشه، درت فيها الكفته، درت فيها القزبر ومعدنوس، درت فيها شويه ديال الفلفل الحمراء، درت فيها الكمون، درت فيها المليحه، وخليتها فوق البوطه حتى غادي تعقد وتولي بحال انسوس. وغادي نرويكم شنو غندير بها في قلب البدنجان. وهنا كما كتشوفوا ها هي البدنجاله، ها هي كما كتشوفوا البدنجال قبضتو وملي درتو في الفران وخرج على هاد الطريقه هادي. دابا غادي نديرلو الحشوه ديالو النهائيه. هنا كيف قلت لكم، هنا قبضت واحد ها هي لاصوص ديالي، هنا فيها الكفته، هنا فيها مطيشه، ومن السما بالعطريه. غادي نقبط هذا، غادي نبقى ندير له هكا شي شويه، وغادي نقبط هاد الحشوه ديالي اللي هي الكفته. ها هي الكفته وبمطيشه بحال كي كنديروا الطواجن ديالنا العادي جدا. وكنحاولوا ندخلوا هاد الحشوه حتى لداخل هكا.
نحاولوا ما نبينوش كاع الفراغ ديال الباذنجان نهائيا. تيجي واحد المذاق ما نقولكش. هنا انا كنحب ندير له هكا باش هاد العطريه كتدخل له حتى للداخل ديالو تيجي واحد البنه فيه. هنا عندي واحد شويه ديال القزبر المعدنوس هما كما كتشوفوا غادي نقبطو وغادي نديرو فوق منه. وعندي الفرماج الحمر شوفوا هكا كنحاول كله نغطيه كيجي واحد المذاق ما نقولكش. والدراري الصغار كيتشجعوا انهم ياكلوا الباذنجان. انا كنقبط هاد الحبه ديالي وديجا عندي واحد الصح اللي تندخلو دائما الفران وتنعمر فيه هكا. غادي نبقى معكم حتى غادي نسالي هاد الكميه كلها اللي عندي. هي عاوتاني وحيده كما كتشوفوا الفوار طالع منها. كنحاول الا كانت جاتني هكا غليظه كنحاول نخويلها داك الدخلاني ديالها باش كتجي داك الحشوه ديالها عامره من الداخل. الا كانت عندي رقيقه ما عنديلاش ندير هاد المراحل. وعندي كيف قلت لكم الحشوه ديالي اللي هي هي الكفته الكويورات درتها انا كنديرها انا كنفرتتها كنحاول وكنقبط وكندير هكا. غادي نزيد واحد الحبه هنايا وكنقبط كيف ما قلت لكم هانتوما شوفوا غير المنظر تيجي غزال تيشهي. وكنقبط الفرماج الحمر وكنديرو هكا. كنقبط نفس الشيء هانتوما كما كتشوفوا كنقبطها وكنديرها في الطبايصه اللي قلت لكم انا عندي هذا ديال الدجاج. كنخدموا بزاف ديال المسائل هذه هانتوما كتشوفوا رقيقه ما غاديش تصلح لي كاع نحيدها ولا نقيسها ولا نخوي لها داك القلب ديالها. هاد الكفيته كنحاول نفرتتها بهاد الطريقه هادي باش كتجي في المنظر مزيونه وكتجي في اللذه بنينه. دائما قصابر ومعدنوس واخيرا الفرماج الحمر باش كيعطينا داك الملوحه الاخيره ديال الفرماج. هذا الطبق حقيقي كيجي كوصفه حقيقيه كتجي بنينه. جربتها وعطات واحد النتيجه مبهره. هنا كنحبد انا هذه عندي شويه هكا غادي نخويها من الداخل وغادي ندير لها الحشوه اللي قلت لكم. غادي نقبط داك المطيشه ديالي هايا كنثقبها انا هكا باش كتدخل ديك لاصوص لداخل باش كتعطيك واحد البنه. دابا غادي نقلبوا على داك الكويرات ديال الكفته باش غادي نديروهم هادو ما كنتعداوش جوج عينينا ميزاننا كنفرتوهم هكا باش
كيفاش كيجيو في المنظر رائعين. وكنبغي نديرو قزبو ومعدنوس هانتوما، كتجي وجبة غزالة. غادي نقدو كيف قلت لكم، غادي نديرو الفرماج وغادي نبقاو على هاد الطريقة حتى غادي نسالي الكمية كلها اللي عندي. حقيقة تيجي منظر غزال، تيجي طريقة زوينة وكياكلوا الدراري، لأن هاد الوقت وهاد الجيل هذا كما كتعرفوهم ما ياكلولكش كاع البدنجال، هاد الولاد هاد الوقت. ألوغ غادي نكملو، كنحاول هاد لاصوص ندخلها. كندير القزبور والمعدنوس، نزيد هنا واحد الكويره ديال الكفته حيت جاتني خاويه هادي. ايوا أوف، كندير الفرماج الأحمر. هنا كما كتشوفوا ساليت الكميه اللي عندي كلها، وهذه المرحله الاخيره غادي نقبض الزيت وغادي نديرها هكا. الزيت البلديه طبعا، وغادي ندخلو للفران، واللي غادي يخرج من الفران غادي نرويكم كي جا في المرحله الاخيره ديالو. خليوكم معايا الى النهايه. البدنجال ديالي هو سالا، الطبق ديالي الاخير جات على هاد النهايه ديالو، فرماج هو داب، لاصوص هي جات رائعه كما كتشوفوا، فعلا كتجي وصفه في المستوى. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في وصفه قادمه باذن الله.